التفرقة بين العطية والوصية. العطية تملك منجز في حال الحياة، والرجل مسلط على ماله في حياته يهبه لمن شاء بشرط العدل بين أولاده. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو العدل بين نساء إن كان عنده أكثر من زوجة. لكن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تطبيق هذا في مسألة هذه، إن البنت اللي يقول البنت دي هي ليست ابنته كما وضح في السؤال، هي ليست ابنته لكن رعاها منذ طفولتها. يبقى لعله عندما قال لابنتي يعني على سبيل الرحمة وأبوة التربية ونحو ذلك، أما الأبوة الحقيقية أبطلها الله عز وجل إلا للبنوة الصلبية، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. استطراد مع هذه النقطة سأل أحدنا.